كلميني عن يومك بيبقى عامل ازاي. ده حقيقي لما احنا مجرد خلاص ان احنا قمنا من النوم احنا عارفين ان احنا دلوقتي خلاص هنبتدي ان احنا شغل. بنشوف بقى الفعاليات اللي موجوده خلال اليوم، طبعا بنكلم الكرو بتاعنا ان هم طبعا شركائنا في التغطيه، بنظبط معاهم المواعيد، بنتابع لحظه بلحظه كل حاجه. بعد كده بنبدا ان احنا نروح من فعاليه لفعاليه، وممكن في النص مثلا نشوف نعمل مقابلات مع الناس ونشوف انطباعهم عن المدينه. يعني اليوم بيبقى لا متنوع. طبعا مليان ومتنوع. طبعا لازم، ده حاجه اساسيه، بتشوفي حاجات كتير وفي نفس الوقت وانت شغاله بتبقي مستمتعه ومبسوطه جدا بكل حاجه بقى، يعني بالاجواء ولا يعني حتى كمان بتشتغلي وانت مرتاحه يعني. ايوه انا فاهمه قصدك، كل واحد بيبقى مبسوط انه شغال من مدينه العلمين والبحر ليه تاثير قوي جدا.